معايا دلوقتي مداخلة مهمة جدا عبر زوم، واحد من اللاعبين التوانسة الكبار، واحد من أفضل المهاجمين اللي مروا على تونس والنجم الساحلي، بتكلم على منتخب تونس وفريق النجم الساحلي، له تجربة احتراف في بعض الأندية الأوروبية، لنا ذكريات معه بصراحة مش سعيدة، يعني إنه كان عنصر مهم في فريق النجم الساحلي اللي فاز على النادي الأهلي في نهاية 2007 وقت ما كان النادي الأهلي فريق أحلام لا يقهر لا يقهر. معايا عبر الهاتف الآن المهاجم العربي التونسي الكبير كابتن أمين الشرميتي. يا كابتن أمين، مشرفني ومنورني. الله يخليك كابتن كريم، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين. احنا يعني انت وحشنا، كان نفسنا الله نشوفك، يخليك. كان نفسنا نعرف اخبارك. الله انت يخليك، عارف ان انت عندك جماهيريه كبيره في مصر، يعني اكيد خاصة عند الزملكاوية نتصور. عند الزملكاويه أتصور تتصور عشان الاهداف اللي سجلتها في النادي الاهلي. كثير يعني بصراحة، كنت دايما يعني ولليوم زملكاوية دايما بيرسلوا لي المسجات، بس يقعد نادي الأهلي فريق كبير، فريق محترم، عنده تاريخ كبير برشا، منور الكرة المصرية والكرة الإفريقية والكرة العربية بصفة عامة. عظيم جدا. بالمناسبة قبل ما اخش معاك في تفاصيل الحاضر، ارجع معاك لتفاصيل الماضي. النجم الساحلي فاز على النادي الاهلي وهو فريق احلام، كانت افضل فترات النادي الاهلي يمكن على مر التاريخ، افضل فريق يمكن للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بطل نسخة 2005 ونسخة 2006. نسخة 2005 بالمناسبة كان على حساب نفس الفريق، فريق النجم الساحلي. ازاي قدرتوا تفوزوا على النادي الاهلي وهو في افضل احواله على الاطلاق في هذا الموسم؟ والله خليني أقول لك كريم، هو كانت ممكن في فترة 2007 فريق نجم الساحلي كانت سياسة جديدة في النادي، رئيس النادي معز دريس في الفترة هذه كانت يعني فلسفته إنه يعتمد على اللاعبين يعني صغار السن اللي تألقوا في الشبان. سياسة نجحت، وصلنا للنهائي اللي ما كانش عديد الناس اللي شكوا في قيمة الفريق، في قيمة اللعيبة. الحمد لله وصلنا للنهائي، نهائي وصلنا له ضد فريق كبير برشا. ممكن مباراة الذهاب اللي كانت في سوسة انتهت 0-0. نعرف احنا كلاعبين نعرف انه لما ما تفوزش في مباراة الذهاب في امام جمهورك على أرضية الملعب نتاعك، المهم انك ما تقبلش الاهداف. الحقيقة هو فريق الأهلي كان يضم العديد من اللاعبين الأساطير اللي خلاو بصمتهم سواء في نادي الأهلي ولا في الكرة المصرية بصفة عامة. مباراة ما كانت سهلة في سوسة، الشوط الثاني تلعب في مصر. لما رحنا لمصر الحقيقة يعني كانت الحظوظ متاعنا ضئيلة جدا، خاصة نلعب ضد فريق القرن في الفترة اللي لعبنا فيها ضد الفريق الأهلي قدام الجمهور العظيم نتاعو في ملعب القاهرة اللي يعتبر يعني حفل كروي كان كبير برشا. كلاعبين احنا الحقيقة متعرب يعني داخلين مباراة ممكن في ذهننا ان مباراة مش نهزموا فيها، المهم انه احنا كلاعبين يعني كأول أول موسم لنا أو أول مشاركة لنا في تشامبيونز ليج ما كان انه باش نوصل للنهائي، لكن الحمد لله كنا مركزين. ممكن الضغط الكبير اللي كان على النادي الأهلي، ممكن كانت ذلك الموسم كان ممكن موسم نهاية الجيل الذهبي للنادي الأهلي والفريق القرن، تمكنا من فوز على الأهلي اللي ممكن كانت موجعة شوية للأهلاوية والمصريين، لكن الحمد لله احنا كنجم الرياضي الساحلي تمكنا من خلالها ان نمشي للعالمية اللي دخلت في مسيرة ولا في تاريخ النادي بصفة عامة، خاصة أنه كان حلم الفرق التونسية كل تتوج بالكأس الغالية هذه، وهذه حاجة اللي نحمد ربي أني كنت واحد من العناصر اللي شاركوا في هذا التتويج الغالي اللي قعد لليوم يعني أغلى تتويج عند محبي النجم الرياضي الساحلي وأغلى تتويج دخل لخزينة الرياضة التونسية. كنت مستنيك تقول لي الكارت اللي خده محمد بركات في مباراه الذهاب، احد اهم نجوم واساطير النادي الاهلي، الكارت اللي كان غير مفهوم وقتها في مباراه الذهاب وغيابه في مباراه العوده كان واحد من الاسباب. والله صحيح، هو راهو كما تعرف قد احنا في المباراة الكبيرة هذه
الجزئيات البسيطة هي اللي تعمل الفارق. الفريق اللي يركز أكثر واللي يقوم أقل أخطاء، والفريق المنافس اللي يعني الفريق اللي يعرف يتحكم في أعصابه ويعرف كيفاش يجري المباراة ونسق المباراة. عارفين نحن إنه خاصة بعد ما سجلنا الهدف الأول، الحقيقة متاع ربي، في لحظة من اللحظات كنت توسمت خير وقلت إنه يعني بقى لنا خطوة على النهائي. لكن لما رجع النادي الأهلي وسجل هدف في التعادل، الحقيقة ضغط كبير برشا، وخاصة من قدام الجمهور بتاعه اللي كان مساند كبير للفريق. بدأت الأمور تصعب علينا احنا، على أساس أنه النادي الأهلي كان بإمكانه أن يسجل الهدف الثاني، لكن الحمد لله ظهر لي ممكن الورقة الحمراء اللي تعرف مع مرور الوقت فريق الأهلي مطالب أنه باش يقدم ويسجل الهدف الثاني، خلى المساحات في الخلف. كنت أنا شوية يعني برد شوية دم، على أساس أنه نحاول أنه نخرج المدافعين، كانوا هم نفسين بتاعي مباشرين، طبعا نخرج المدافعين من التركيز بتاعهم. تمكنت انه باش اللاعب يقوم عليا بخطأ اللي تكلفت الورقة الحمراء اللي سهلت علينا المباراة. الهدف الثاني جاء في وقت قاتل، اللي الحقيقة متاع ربي يعني في الوقت هذاك كان حلم وتحقق. المهم انه كانت مباراة مشوقة، طبعا كابتن امين. نهائي عربي في تشامبيونز ليج، طبعا خلتنا احنا كنجم الرياضي الساحلي نشاركوا في كأس العالم، لكن هذا ما يقللش من قيمة النادي الأهلي اللي طبعا بصراحة يعتبر دائما فريق كبير برشا، وفي الفترة هذيك فريق القرن، اللي اليوم ممكن نشوفه احنا في النادي الأهلي. نجم نحكيه على مباراة اللي قام بها في التراجي ولا في الموسم هذايا، كيفاش النادي الأهلي المرمى بتاعه قبل قاعد ما اوصل يتحسن. قبل ما اوصل لمباراة الترجي في الفترة دي، ايه وانت كنت واحد من افضل المهاجمين العرب، هل النادي الاهلي فوضك للانضمام للفريق؟ والله الحقيقة يعني كانت في عديد العروض، لكن تعرف احنا اللاعب خاصة احنا في تونس كان دايما حلمنا هو انه يروح لأوروبا عشان تجربة أوروبية، لكن هذا ما يعنيش انه اي لاعب عربي يتمنى انه يتقمص زي نادي الاهلي، خاصة نادي الاهلي، خاصة انه احنا نعرف يعني كلاعبين ممكن عندنا علاقة ولا قريبين ونعرف الاجواء الداخلية للاندية، يعتبر هو النادي الاهلي يعني نادي أوروبي موجود في إفريقيا، خاصة أنه عنده إدارة، مجلس إدارة كبير، مجلس إدارة محترم، ناس محترفة بأتم معنى الكلمة، نادي اللي تاريخه يحكي عليه. مش أمين شلميتي باش اليوم يقلل في اسم النادي الأهلي، ولا بالعكس أي لاعب عربي يتمنى أنه يكون موجود، لكن في الفترة هذيك كانت عندي عروض وهدفي أني أروح لأوروبا، والحمد لله يعني أعتبر نفسي أنه مسيرة محترمة. واليوم نشوفه احنا في اللاعبين، ممكن بوجلبان في فترة من الفترات كان موجود في النادي الأهلي وخلى بصمة محترمة، اليوم علي معلول يعتبر من بين الركائز، وإن شاء الله بقية اللاعبين اللي كما تعرف اللاعب اللي التونسي اللي يمر بالنادي ويخلي بصمة محترمة، يكون يعني قدم الإضافة يفتح الأبواب للاعبين اللي باش يجيو بعدهم البطولة صح، التونسية. اي من اللاعبين اللي موجودين في الاهلي كنت تحب تلعب معاه، حتى لو في فريقك في فريق في اوروبا، اي من اللاعبين اللي كنت بتحبهم في النادي الاهلي والله ومعجب خليني بيهم؟ أقول لك، أنا كان لي الشرف إنه يعني الحقيقة أنا في عمر كان عمري 17 سنة ولا 18 سنة، نلقى روحي في نهائي تشامبيونز ليج الأفريقية قدام نادي القرن اللي عز عماد متعب أبو تريكة، اللي أنا كمهاجم كان حلمي نواجه عصام الحضري، وكان لي يعني الحظ إني سجلت في النهائي. هذوما اللاعبين اللي بصراحة جيلبرتو، وهذوما اللاعبين اللي كانوا أسامي كبار خلوا تاريخ في الكرة المصرية في البطولة المصرية مع المنتخب. كنت أنا كلاعب مقابل كنت لاعب شاب نتفرج عليهم، نلقى روحي بعدين في النهائي يعني نلعب ضدهم، وكنت يعني عنيد معاهم في الملعب، لكن هذوما اللاعبين اللي يقعد طيب لليوم احترامي ليهم كبير برشا، وقام من القامات نتاع الكرة العربية صحيح، بصفة نأتي إلى الحاضر بعد ما رجعنا حاضر. شوية صح بالذكريات معاك في الماضي. الحاضر بقى، هل توقعت هذه الهزيمة الثقيلة للترجي في رادس أمام النادي الأهلي؟ هل توقعت فوز النادي الأهلي الكبير ده؟ والله خليني أقول لك، هو هزيمة، خلينا نقول هزيمة مذلة،
لفريق الترجي هزيمة ما كانتش منتظرة بالأداء ونتيجة. ممكن نعرف احنا اللاعبين الترجي في الفترة الأخيرة قاعد يمر بفترة سيئة، لكن هذا ما يمنعش انه ماهوش معقول انه نادي كبير كما الترجي في نصف نهائي مباراة مصيرية في تاريخ النادي ينهزم أداء ونتيجة. نرجع ونقول لك انه اوكي ممكن في يوم ما تكون ماكش في يومك، خارج عن الفورم، لكن الأهم انك وقت اللي تضيع مباراة في الذهاب ما لازمكش تخسر ولا تقبل أهداف عشان ما تصعبش عليك مباراة الإياب. احنا ممكن عندي فكرة على النادي الأهلي، خاصة انه الإطار الفني سويسري، المدرب عندي فكرة عليه، مساعد المدرب كنت اشتغلت معاه، يعني كان مساعد مدرب معايا في ألمانيا في هرتا برلين وفي سويسرا، اشتغلنا مع بعض سنين. طيب ياسين مكاري برضه عنده يعني مكانته، فرصة عندي كابتن أمين فكرة لو عليه، تسمعني. العقلية السويسرية اللي متأثرين كثير بالكرة الألمانية. يعني بصراحة في الآونة الأخيرة النادي الأهلي قاعد في مستوى تصاعدي، صحيح ماهوش في الفورم اللي منتظرة 100%، لكن قاعد يقدم في أداء محترم محترم جدا. الفكر ظهر انه عنده فكر مدرب، هذا شغل يعني الفترة طويلة. اليوم الاهلي قاعد يسترجع في مكانته، يبغى يرجع مكانته الاصلية في افريقيا. مباراة سهلها على نفسه في مباراة الذهاب، ممكن كانت النتيجة تكون اكبر، لكن نتصور انه باش تكون بنسبة 99% مصير يعني المباراة عارفينها والنتيجة، وباش تكون تأهل طيب فريق النادي الاهلي، الأهلي. طيب بما انك قلت لي انك اشتغلت مع مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي مع لا، اشتغلت مع كلاعب، مساعد المدرب بتاعه، مساعد المدرب أري جيمبرلي. اشتغلت مع المساعد بتاعه، نعم، مساعد بتاعه. مع المساعد بتاعه. طيب تتوقع مين اللي هيبقى الطرف الثاني في الفاينل في النهائي مع النادي الاهلي، صن داونز ام الوداد؟ والله اتصور سان داونز، سان داونز في الفتره في السنين اللي فاتت يعني قاعد يقدم في مردود محترم ومحترم جدا، اصبح الانديه كلها تقرا حساب نادي سان داونز. مباراه ما كانتش سهله على الوداد اللي ضيع، ممكن نقولوا احنا شوط اول ضيعوا في ملعبه قدام ارضيه قدام الجمهور بتاعه. صحيح انه ما قبلش الاهداف، لكن نتصور انه باش تكون مباراه صعبه برشا، خاصه نعرف الاجواء الافريقيه لما تلعب في سان داونز قدام الجمهور بتاعه، الامكانيات بتاع اللاعبين باش تكون حقيقه ملعب، حقيقه مباراه ثانيه اللي شخصيا نتصور انه باش يكون سان داونز هو المنافس الاهلي في النهائي. من يفوز بالنهائي؟ في النهاية بصراحة نتمنى نشوف الاهلي، خاطر فريقنا فريق عربي وعندنا علي معلول، يعني فيه التوانسة اللي نتمنى نشوفوهم متوجين في آخر موسم باش يشرفونا ويشرفوا الكرة التونسية. عظيم. علي معلول، رأيك فيما يقدمه مع النادي الأهلي؟ علي الحين صار يعني ركيزة مركز فريق الأهلي، هداف في السنين الأخيرة ما نشوفوش احنا يعني ظهير أيسر يكون هدف كتير، وصار يعني احنا نجم نقوله كابتن على أرضية الملعب. نتصور انه هذا ما جاش من فراغ، علي قاعد انا نعرفه شخصيا، يعني لعبت معاه، محترف كتير في عقليته وعنده أهداف ثانية، وظاهر انه اللاعب يلقى راحة نفسية. تعرف احنا لاعب كرة القدم لما يكون مرتاح نفسانيا في نادي ويتوفر له ظروف النجاح، انه يقدر يقدم امكانيات 100% ويقدر انه يتطور في الامكانيات بتاعه. نتمنى انه يقعد عليه ربي يحميه من الاصابات، انه يقعد على نفس المنوال هذايا، خاصة انه كمنتخب تونسي احنا زاده محتاجين انه يكون في الفورم بتاعه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ايضا عايز اسالك على سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك المهاجم الدولي التونسي، رايك فيما يقدمه؟
نعرفه سيف نعرفه، مش من اليوم لعبت قبل ضده، من اللي يعني من فترة انتقاله لمصر ظهر إمكانية كبيرة برشا، جات فترة انتقاله يعني باستحقاق يعني التحاقه بالمنتخب التونسي، تعرف انه لاعب خاصة انه قدام البوكس، لما اللاعب اللي يلعب في بوكس المهاجم لازم يكون عنده ثقة في نفسه، والثقة تصير بالأهداف لما يسجل تسترجع إمكانياته. فترة من الفترات لقى ضغط إعلامي كبير وضغط جمهور كبير، أكيد إنه مش بسهل إنك تلقى روحك تلعب في نادي الزمالك، نادي كبير برشا، قدام جمهور دائما متعطش ويطلب النتائج، هذيك غريبة إنك تكون موجود في نادي الزمالك ولا الأهلي ولا الإسماعيلي، هذوما الأندية اللي دائما يعني الجمهور يكون متعطش للتتويجات للنتائج. نتمنى له إنه يكمل يواصل على نفس النسق، يحاول إنه دائما يحسن في المردود نتاعو، نفس الشيء لانه بصراحه احنا توا عندنا مشكله في المنتخب التونسي هي قله المهاجمين، واحنا محتاجين انه باش يكون دائما معاملين عليه انه باش يكون ركيزه من ركائز المنتخب التونسي. هاي تواجد اللاعبين التوانسه بكثره في الدوري المصري في الفتره الاخيره، تتكلم في علي معلول وسيف الجزيري وفخر الدين بن يوسف رفيق كبو واخرين، وقبليهم طبعا فرجاني ساسي، ده يفيد ايه للاعب التونسي او يضيف لي ايه للاعب التونسي زي ما بيضيف لنا طبعا بالتاكيد في الدوري المصري؟ تعرف نحن نعرف انه البطوله المصريه بصفه عامه قاعده متطوره، خاصه في ظروف الانديه اللي قاعده تتطور، صحيح انه مشاكل ماديه نعيشوها احنا كانديه بصفه عامه العربيه في الظرف الحالي، المشاكل الاقتصاديه، لكن البطوله المصريه قاعده تتحسن من عام لعام، والاحتكاك بتاع اللاعبين اللي شفنا احنا اللاعب التونسي بصفه عامه وقت اللي يلتحق بنادي مصري ويقدم الإضافة باش يفتح أبواب اللاعبين اللي بعده، واللي الأندية المصرية يعني واللاعبين التونسيين بصفة عامة مطلوبين في البطولة المصرية، هذه حاجة تفرح، خاصة إنه ممكن النسق بتاع البطولة المصرية في السنوات الأخيرة تحسن مقارنة بالبطولة التونسية، هذا يعكس بالإيجابي على المنتخب التونسي. صحيح. كابتن أمين، عايز أسألك على محمد علي بن رمضان، أنباء كثيرة عن إمكانية انتقاله للنادي الأهلي في الموسم القادم، لو انتقل محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي هتكون صفقة مفيدة للاعب وللنادي الأهلي من وجهة نظرك؟ ممكن اللاعب الوحيد اللي في الترجي اللي المستوى بتاعه كان دائما يعني متواصل في نسق محترم، لاعب نعرفه شخصيا زاد يعني إمكانياته كبيرة برشا، أخلاقه محترم كثير، أهدافه يعرف اللاعب وين يبغى يروح، أكيد إنه انتقاله للنادي الأهلي باش يكون حاجة كبيرة برشا، خاصة إن احنا أي لاعب كما قلت لك أي لاعب ليه الشرف إنه يلتحق بالنادي الأهلي، إذا يبغى يحسن في إمكانياته وفي الاحترافية أحسن، تصور إنه باش يكون صفقة مربحة للنادي الأهلي صحيح ومربحة للاعب زاد. صحيح. طيب في لاعب اصلا من اللاعبين اللي لسه مستنيين نشوفهم مع النادي الاهلي لسه ما خدش فرصه بسبب الاصابات وكان غيابه كمان مع منتخب الشباب او المنتخب الاولمبي التونسي، كريستو، لاعب من النجم الساحلي، لاعب مهم، محمد ضوي كريستو لاعب مهم جدا ولاعب من اللاعبين اللي قدموا مستوى جيد مع النجم الساحلي، تتوقع له تالق مع النادي الاهلي في المستقبل القريب؟ واحد من متابعي النجم الرياضي الساحلي، من محبي النجم الرياضي الساحلي، نعرف اللاعب عندي مدة كثير، ونعرف انه قبل التحاقه في البعض من النادي الاهلي اللي استفسر كلمني واستفسر على الامكانيات اللاعب، خليني اقول لك اللاعب اكيد انه لما يكون يلعب في النجم الرياضي الساحلي يروح للنادي الاهلي لازمته شويه وقت انه يدخل في الاجواء، خاصة النادي الأهلي فريق كبير وضغط كبير إعلامي كبير، نحن نعرف إنه متابعين يعني ملايين ما شاء الله، والضغط جماهيري كبير برشا، نتصور إنه باش يكون لو ياخذ بشوية بشوية الوقت مع مرور المباريات ياخذ نسق المباريات، نتصور إنه باش يكون عنده البصمة بتاعه في النادي الأهلي، خاصة إنه
نتصور إذا تدور عليه اللي باش يخفف عليه الضغط. انتظارات كبيرة من الشارع الرياضي، نتمناه إنه يشارك أكثر في المباريات، يحاول إنه يحسن في إمكانيات بتاعه. وأكيد إنه باش نشوفه كريستو. أنا ما حبيتش الحقيقة نتكلم عليه برشا عشان ما نسويش عليه ضغط إعلامي لما أجبد اسمه يعني نتكلم عليه. لاعب نحبه يخدم في مازال صغير قدامه مستقبل كبير برشا. تكلم عليه كهربا في أحد ليزانترفيو يعني في تونس بعد مباراة الترجي، قال إنه لاعب باش يكون عنده الدور نتاعه في المجموعة وفي المستقبل نتاع النادي الأهلي. صحيح، كابتن محمد أمين الشرميتي نجم المنتخب التونسي وفريق النجم الساحلي على الأسبق، أنا بشكرك شكرا كريم. شكرا الله يخليك حقيقي على هذه حبيبي، الله يخليك، المداخلة، شكرا على الاستضافة، ودايما موفق، دايما موفق.